لأي سبب، خصوصا فيروس سي، واخد بالك، وفيروس بي. المرضى النوع الثاني، جميع مرضى فيروس بي حتى لو اختفى الفيروس لديهم. رقم ثلاثة، فيروس سي اللي هم متأثرين نسبة تأثر الكبد F3. رقم اللي بعديه، بعض الأمراض مثل مرض الهيموكروماتوزيس اللي هو تخزن الحديد، ها، ومرضى ويلسون اللي هو مرض النحاس، ومرض التهاب الكبدي المزمن المناعي الأوتوميون هيباتيتس، خلاص دول المرضى المستهدفين، ها، لما نتوقع حدوث فيهم للسرطان. بنعمل المرضى دي، ها، مفروض نعملهم حسب القواعد الإرشادية المصرية، عملنا جايد لاينز من 2011 ان احنا المرضى دول بيتم استدعاهم كل 4 شهور لعمل موجات صوتية على البطن، ها، وعمل دلالات الأورام ألفا فيتو بروتين اللي وضعت ده كل 4 شهور. الناس لو لقينا فيهم بؤرة بالسونار، ها، بيتم عمل احد الوسيلتين، الاشعة الاتية، اشعة مقطعية ثلاثية المراحل، او بنعمل اشعة رنين ديناميكي، ها، لا واخد بالك ده، وبناء عليه بنحدد مرحلة المرض، وبناء عليه يتم العلاج حسب مرحلة المرض بحاجة اسمها مالتي ديسيبلينري ابروتش او وود كونسلتو من الاطباء. ده بيشمل طبيب كبد وطبيب جراحة وطبيب أشعة علاج أشعة تدخلية وطبيب علاج أورام، بيقعدوا مع بعض بيحددوا طريقة العلاج المثلى لكل مريض سرطان كبد حسب مرحلة المرض. ده